هل ممكن الغدد الصماء لو حصل فيها خلل يأثر على النمو العقلي بتاع الطفل؟ الحقيقة الإجابة لا تنطبق على كل الغدد الصماء، يعني مثلا على حسب الأطفال اللي بيعانوا من نقص هرمون النمو بتبقى قدراتهم العقلية طبيعية جدا وما فيهاش أي مشكلة. بعض أنواع الغدد الصماء زي الغدة الدرقية لو حصل فيها خلل بتأثر على النمو العقلي بتاع الطفل، ولا قدر الله ممكن تؤدي إلى تخلف عقلي لو ما تعالجتش في الأسبوع الأول من العمر. عشان كده المسح بتاع الغدة الدرقية مهم مع شهادة الميلاد اللي هو بيتقاس هرمون المنشط للغدة الدرقية في أول أسبوع من العمر، وبيتاخد العلاج في أول أسبوع، ولما بيتعالجوا الأطفال دول بيبقوا طبيعيين جدا جدا في النمو العقلي والجسماني. فهي مش غدة واحدة، لا، هي على حسب نوع الخلل في الغدد الصماء ممكن تأثر على النمو الجسماني بس، أو ممكن تأثر معاها على النمو العقلي زي الغدة الدرقية.